مطار الملك خالد، مطار صبيحة في اسطنبول، مطار أنطاليا، منتجع أورانج كاونتي في بلد الريفيرا التركية على البحر، كل الوجبات، حفلة شوى، أسماك قرش، أفي تولسو الدي جي في طريقنا من بلك لألانيا، مدينة ألانيا. هناخد التلفريك مارينا ألانيا، مسجد السليمانية، قلعة علاء الدين من فوق قلعة ألانيا، آخر الخط شاطئ كليوباترا، أكبر سفينة قرصنة، ركبنا المركب، مطعم بينار باشا على نهر ديمتشاي، أكوالاند، سوق السبت في شارع لورا، شلالات دودان، المنبع من فوق، مصب شلال دودان، شارع المظلات، بوابة هادريان، برج الساعة، كاليتشي مارينا، تلفريك أوليمبوس. وما زلنا نصعد على قمة جبل أوليمبوس اسمه تحتالي 2300 Thank you.